عازف أوبوة في فرقة موسيقى الإذاعة. آه. وكان من بين العازفين، تبص تلاقيه كده شاب يعني لين ضئيل الجسم. آه يعني. فكان يجلس معنا نحن المساعدين، وكان بيقول أنا لي أخ مساعد شبابنا بيغني وأنا صوتي حلو والله ما تسمعوني. آه. كنا نسمعه. فأنا في يوم قلنا للأستاذ حافظ عبد الوهاب رئيس الموسيقى والغناء أستاذنا، قال له في صوت كويس، فسمعوا نجحوا. قالوا بس أنت أخوك اسمه إسماعيل شبان، وهنقول عبد الحليم شبانة. قالوا خلاص أغير اسمه. قالوا ها بقى عبد الحليم حافظ نسبة للأستاذ حافظ عبد الوهاب الذي أعطاه الفرصة وجعله. لكن حضراتكم يعني حضرتك كمذيع كان بيقعد معاك وانت اللي رشحته ان هو يعني أو لا؟ لا يعني احنا كلنا كان يقعد معانا كلنا يعني. وبعدين كنت باخد عبد الحليم ده نتفرج على ماتشات ايه الكوره، كان بيجي معايا في عربيه الاذاعه. اه الله. يعني اه وكان على اساس يعني مثلا لما يا كان يتجوز عبد الحليم حافظ غنى له في وكل الامور دي على اساس انه عبد الحليم ايه زملكاوي. قفوا من قال لا انا لا. يعني كنت حضرتك مقتنع ان هو زملكاوي؟ ما معانا بيصل معانا ساعات في الزمالك، بقول لك عامر فرح يا كان يعني غنى في نادي الزمالك بس خلاص على كده خلاص. لكن انا اشهد 76 كان الفاينل بتاع الكاس ما بين الاهلي وبين الاتحاد السكندري. التقينا انا وهو في طرقه من طرقات ماسفيرو. قال لي الاهلي هيكسب. قلت له ماله اهلا وسهلا. انا عندي فكره يا عبد الحليم توفي عليها. قال لي قلت له ايه رايك لو تعزم الفريق اللي يكسب كده عندك في البيت وتغني له؟ قال لي والله موافق. الاتحاد هو اللي كسب. وكلمنا الاتحاد وجاءوا معربه ومعاهم الديبه ومعاهم النجوم كلها، وكانت صغره في بيت عبد الحليم في الزمالك، واهداهم هدايا ومقاطع يعني، وكانت ليله جميله جدا وسجلناها انا وزعتها في البرامج الرياضيه بتاعتي. يعني دي روح يعني اللي احنا بنبحث عنها ان هو يعني يحتفل ب والرئيس السادات ايضا كان اهلاوي. انا ما اعرفش الحكايه دي لكن كان بيحتفل في لا لانه كان يعني بالضروره كان بيمارس الرياضه في الاهلي. كان كان بيعوم، وكان حتى الاستاذ ماهر فهمي كان كسباح، كان يعني دربه فتره لان والده كان يعني عم محمود فهمي. طبعا يا سلام انا كنت